الآن لا نتكلم عن السنن الرواتب النوافل، تتكلم عن الفرائض، الصلوات المفروضة الخمس، صيام رمضان، الزكاة، الحج. ما الذي كان عليه الصحابة أخواننا؟ صغار، نشأ، اهتمام بهؤلاء. فإن لم تكن العناية لهؤلاء جاء الجيل الجديد جيل فاشل. العمدة عندنا الآن عند بعض الشباب هدانا الله إياه بلا ستيشن، تعرف البلا؟ البلاء بلا ستيشن وما يلحق به من أنواع. نعم إخواننا، نعم، هذه نعم أنعم الله بها عليك، تشكرها أو تكفرها، لابد أن تشكر النعم ولا تكفرها. عاد تسمح لنا في قصة الكلب والأسد. يقول قال ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه، جاء الكلب إلى الأسد. من ملك الغابة؟ الأسد. فقال أكرمكم الله الكلب للأسد، قال إن اسمي هذا خسيس ولا يصلح لي، أريد أن تغير اسمي من كلب إلى كذا. فأبى الأسد على الكلب وقال لا، إن من طبعك الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب. فقال لا، تغير اسمي. فعندما رأى الأسد الإلحاح من الكلب قال اسمع، خذ هذه القطعة من اللحم واحفظها لي إلى الصباح، إن أتيت بهذه القطعة في الصباح أغير اسمك، وإلا تبقى على ما أنت عليه. أخذ الكلب هذه القطعة من اللحم ومشى. طيلة الليل وهو يفكر، جوع وكلب وأسد، آكل، متردد، يأكل، يمشي، يصنع ولا يصنع. فعندما قرب الفجر واشتد الجوع على الكلب، قال الكلب والله إن اسم الكلب اسم حسن، وأكل اللحم. الذي لا يصبر عن المحرمات هذا رضي بالخسة، نسأل الله العافية والسلامة، ورضي أن أكون كلب. والذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزة وهو أسد. وأنت اختبر نفسك الآن، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والكافر نسأل الله العافية والسلامة، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا؟ طيب احنا نكتفي بهذا المقدار اخواننا. الغرض اننا نكون لله، نطيع الله سبحانه وتعالى ونجتنب المحرمات، واهم ما يكون الصحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي خير الجزاء من كان سببا في اقامة هذه الدورة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.